عن لندن بالسيارة مسافة ساعة ونص تقريبا أو ساعتين إلا. بعضهم يقول إنه خندق، بعضهم يقول إنه على بسبب أشياء يعني دينية أو مقابر، فاختلفت الروايات. ولكن هذه الأحجار الآن إحنا عندها تعتبر من أشهر المعالم في بريطانيا وكذلك في أوروبا. بعضها تساقط، شوف إيش أشكالها. طبعا حاطين حاجز بيننا وبينها، ولكن هذه الأحجار وصلناها. لو تلاحظون هنا زي ما تقول مجرى أو خندق صغير هنا الآن باين، يمكن مو باين بالصورة، بشكل دائري على الأحجار. هذه طريقة كيف يحركون الأحجار هذه وينقلونها. طبعا ما يحرك العدد كبير، يحطون فيها حبال كبيرة ويسحبونها. ايه هي عندك؟ هذه الأكواخ قديمة.